بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مثل ما شفتوا بالفيديو السريع موجود معي فيلا بالفرجان. انا اسمي احمد اللي بيتابعني اول مره، وهي ارقام الواتساب عم تظهر معكم لاي استفسار، وطبعا بذكركم بالاشتراك واللايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. الفيلا عباره عن 4 غرف نوم، عم نشوف هون غرفه رقم 1، وعم نشوف هون الحمام الخاص فيها. وعم نشوف هون الغرفة من زاوية مختلفة، إطلالة هاي الغرفة مباشرة على المدخل الرئيسي اللي دخلنا منه للفيلا. وعم نشوف هون غرفة الخادمة، حنشوفها بنهاية نحن وعم ننهي الفيديو. على ايدي اليمين كمان مباشرة عندي هون حمام الجيست، كمان مساحته مقبولة، وعم نشوفه معمول بطريقة كتير حلوة. حندخل هون مباشرة على الصالون، عم نشوف هون الصالون بمساحة كتير حلوة مع إضاءة LED مع التكييف المركزي، طبعا البيع من غير فرش. عم نشوف هون الصالون من زاوية مختلفة. مساحة الفيلا 2400 سكوير فيت، سعرها كتير مقبول بالسوق العقاري، 2,400,000 درهم. طبعا لأي استفسار مثل ما ذكرت لكم عن طريق رقم الواتساب، وحنشوف المطبخ من ضمن الصالون. مثل ما ذكرنا انه المطبخ معمول اوبن كيتشن مثل ما عم يظهر معنا، مساحة المطبخ كتير حلوة. حنطلع على الطابق العلوي اللي مخصص لغرف النوم، عم نشوف هون الدرج معمول من الرخام، وبرجع بذكركم لأي حدا حابب يستأجر بمدينة دبي كمان ممكن يتواصل معي، أو أي منطقة حابين نقدم لكم إياها بمدينة دبي كمان ممكن تكتبوا لي تحت بالتعليقات. دخلنا هون على الغرفة رقم 2، مساحتها كمان مقبولة، من ضمنها بلكون بتشوف الواجهة الأمامية للفيلا. عم نشوف هون مساحة الغرفة بالكامل، وهي الإطلالة الخاصة فيها. منطقة الفرجان قريبة على ابن بطوطة مول، قريبة على منطقة الديسكفري جاردن، قريبة على محطة المترو، تقريبا مسافة 5 دقائق 10 دقائق مشي. عم نشوف هون الحمام الخاص بالغرفة رقم 2. عرضت لكم من يومين كمان شقة مساحتها 850 سكوير فيت، سعرها 1,000,000 درهم. اللي ما شاف الفيديو ممكن تاخذوا الرابط باعلى الشاشه. وعندي هون غرفه النوم رقم 3، كمان مساحه الغرف مثل ما عم نشوفوا الديكورات كتير حلوه ورايقه. عم نشوف هون الاطلاله الجانبيه للغرفه. وحنشوف هون الحمام الخاص، حتى الحمامات معمولة بطريقة كتير حلوة من السيراميك والديكورات الموجودة فيها. وعندي هون الغرفة رقم 4 والأخيرة، تعتبر الرئيسية، 4 غرف نوم، 5 حمامات مع المطبخ مع الباك يارد مع غرفة خادمة، 2400 سكوير فيت، سعرها أقل من 2,500,000 درهم. عم نشوف هون الحمام الخاص بهي الغرفة. عم نشوف كمان الغرفة من زاوية مختلفة. حننزل نختم بالفيديو من غرفة الخادمة. هي كانت فيلتنا اليوم بمنطقة الفرجان، واي حدا حابب نخدم له منطقة معينة مثل ما ذكرت لكم ممكن تكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات. بتمنى منكم دعم القناة اكثر ونعمل لايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. وعنا فيديوهات كتير بمدينة دبي ممكن تاخذوا قائمة التشغيل موجودة باخر الفيديو، وعم تظهر هون معكم ارقام الواتساب الخاصة فيني لاي استفسار مباشرة عن طريق رقم الواتساب. حندخل هون على غرفة الخادمة. هذا هو كان الفيديو الخاص بهي الفيلا، وإن شاء الله حشوفكم بعقار جديد ضمن مدينة دبي. شكرا للمشاهدة.